الشراشف عادة اللاندري نحن بنجرب نكون المسافات القصيرة على الأشياء الوسخة، يعني مثل يكون نحن بدنا ننزل الغسيل الوسخ المفروض يكون هذا الممر هو القصير، طبعا نقطع نحن بالأشياء الوسخة بمسافة طويلة. نحن نبلش كل مستشفى هي عندها مثل ما قلنا بالبيشنت ايزوليشن العادي اللي بيكونوا، كل مستشفى عندها هي كيف تتعامل مع البيشنت العازل، شو بتحط لهم الوان. نحن هلا عم نتعامل لانه نحن عم ناخذ الغسيل بلونين الابيض والازرق، لانه نحن حتى المرضى عم ناخذ لهم غسيل، سوري حتى الموظفين عم يتركوا ثيابهم لان ينغسلوا بالمستشفى، فلنميز بين غسيل المرضى وغسيل الموظفين، المرضى عم بيكون غسيلهم باكياس زرقاء والموظفين غسيلهم باكياس بيضاء. بيطلع الموظف الغسيل كل يوم الصبح بيوزع الشراشف والبدلات للموظفين بالطريق النظيف، الاسانسير النظيف، بيوصل على الطوابق بيوزع لهم اياها. هيدا الموظف بس مخصص لقسم الكورونا، يعني ما بيتعاطى مع اي قسم ثاني بالمستشفى، بس مخصص لقسم الكورونا. بيوزع الاغراض بالتراتبيه على كل الطوابق. خلصنا، هيدي العربيه كميتها خاصه بالغسيل النظيف. كيف بيلم الغسيل الصبح من الغرف؟ كل يوم الصبح هو بيقطع مره واحده بيلم الغسيل الوسخ. بتكون اول شيء العربيه كثير كبيره، بتكون لها غطاء، وبدها تكون كمان دائما تنراش بالطوابق قبل ما تنزل لعند على المغسله لتحت. هلا كيف بيشيلوا الغسيل ومين بيشيل الغسيل عنا؟ بالبراكتيكال نيرس هي اللي بتضب الغسيل. نحن حاطين عنا بالاوبيتال كمان كل مستشفى هي بتحط هذا الشيء حسب كل مستشفى عندكم، نحن كل يومين بنغير الشراشف مره، الا اذا حسينا البيشنت هو حابب يغير شرشف ووسخ وكذا اكيد بنغير له اياه، بس هو كل يومين نحن بنغير الشراشف مره، وحيكون الصبح تيقطع العامل الصبح يلم الغسيل تيكون هو ضبهم بقلب النهار. البراكتيكال وقت اللي عم بتلف الغسيل اكيد عم بتلف الشرشف في طريقه الرول لف، بتلفهم بنقول لهم كمان ما ينفضوا الشراشف. بيشيل بده يكون فيك دائما بالعمليات هذه يكون عندنا شخصين دائما، شخص اللي جوا اللي لابس الالبسه الوقائيه، شالت هذا الشراشف لفتهم حطتهم بكيس جوات الغرفه، في شخص برا واقف له على الباب بيكون فاتح له الكيس، بيشيل هذا الكيس مسكر بيحطهم بالكيس الثاني اللي لونه ازرق. اللي برا بياخذ هذا الغسيل كمان باخر القسم بده يكون في عندنا غرفه فيها عربيه كبيره كمان، هالعربيه لازم يكون لها غطاء ونحط الغسيل بهيدي المنطقه. الشخص البراكتيكال نيرس اللي ضبط الغسيل جوا لبس الالبسه الوقائيه حتشلحهم جوا، حتخلي بس الماسك بس ينفتح الباب بتشيلهم بتشلح الماسك برا، بتعمل هاند هايجين، بنكون نحن خلصنا من ضبطه الغسيل. نحن كمان بنجرب قد ما فينا ما نفوت كثير لعند البيشنت، وبنجرب كمان وقت نفوت البراكتيكال لجوا مثل ما قالت مدام غدا قبل شوي انه بنمسح الطاولات وهودي القصص المسطحات عند البيشنت. هون لما بفوت فرد مره كل شيء بدنا نشغلهم كان حراره، يعني كل شيء خاصه بالبراكتيكال نيرس بنجرب نجمعهم بنفس الوقت لنكون نحن ما فتنا وظهرنا كثير. ونفس الشيء الارقان لما بفوت كان بده يعطي ميديكيشن بده يحط سير بده يحط شيء او عنده شيء على السيرانج بامب بده يخلصهم، كله بنجرب عشان البي بي اي ما نشلح ونلبس كثير وعشان الشخص ما يفوت يحتك بالمريض كثير. نحن حكيناهم قلنا بنعطي ابيض وازرق. الكيس كيس الليفايات هو بده يكون ادروسولابل اول واحد، كيس الغسيل اللي قابل للذوبان على الحراره اول واحد اللي بينحط بقلب الغرفه عند البيشنت. هلا نحن بالاوبيتال كنا عم نستعمل هيدا الشيء، حاليا بطل عنا منه، عم نحط بكيس ازرق وكيس ازرق ثاني. كمان انتم هيدا بيرجع لكل مستشفى قديش عندها قدره. نايلون اكيد، نايلون نايلون اكيد نايلون. قلنا شخص بيوضب ومره واحده بنوضب وكل يومين بنشيل الغسيل او عند الحاجه، وبيتغيروا الشراشف قبل الممرض المساعد. بالصبح لما بده يجي عامل المغسله ليضب الغسيل كمان هو بده يكون لابس الالبسه الوقائيه اللي هي عباره عن ايزوليشن جاون وماسك وجلوفز. كل يوم الصبح قلنا بيمر مره واحده بياخذهم بعربيته المسكره وتكون كبيره، كمان هو بيجي بعربيه من برا، عربيه القسم ما بتطلع لبرا. هو بحط الغسيل بقلبه وبيطلع فيها من القسم بيبقوا على كل الاقسام، لانه مش رح ناخذ نحن مثل ما قلنا الطابق فوق كذا قسم، طابق كله، ما بياخذ كل العربيات وبيجرهم معه لتحت، بيجيب هو عربيه اكبر من حجم العربيات الموجوده، بحط كل الغسيل بقلبهم وبينزل مره واحده، ووقت اللي بينزل على قسم الغسيل اكيد كمان انت مطرح ما نزل ممرات ما بنرش، بس الاسانسير نحن بنرجع بنرشه، بفوت على المغسله، هو لابس البي بي اي تبعه، بحط الغسيل بقلب المغسله.
اذا كان الكيس اللي احنا استعملناه قابل للذوبان بنحطه مثل ما هو بقلب المغسله. في حال نحن مثل ما عم نعمل هلا خلصنا هيدي الاكياس والكيس العادي النايلون مش القماش، نجرب نحط فتحه الكيس جوا ونسحب الكيس سحب لبرا ونلفه بطريقه رول كميتا نشلحه هو والجلوفز، حتكون نحن سله المهملات حدنا حنكبه ديركت بقلب السله. وهون وقت اللي بنسكر نحن المغسله اكيد بنرجع قبل ما نبلش ندورها كمان بنرشها كمان تحت. هو نزل الشخص لابس البيبي اي كله وصل على قسم المغسله، نحن عندنا الغساله اللي عندنا غساله وحده خاصه للكورونا، كل شيء للاوبيتال ثاني ممرق ثاني ومغسله ثاني وموظفين ثانيين، هذا العامل وصل على المغسله حط الغسيل اللي وصل عند الغساله يعني فتحها، اذا كان الكيس قابل للذوبان حطه ديركت بقلب الغساله، اذا لا حيحط فتحه الكيس بقلب الغساله حيسحب تلقائيا يعني الكيس لورا بطريقه انه مدق هو بالغسيل بلف الكيس وبكبه هو والجلافز اللي لبسهم. ومنرجع منرش الغسالة وبيعمل هو هاند هايجين. وقت اللي بيخلص من هيدي المرحلة نحن الغسيل المغسل اللي بيغسلوا فيها الغسالة اللي عنا في إلا يعني هي تقولي من هون فات هالشخص من هون حط الغسيل فتنا من هالمالي، هي هالغسالة إلا بابان من هون منحط الوسخ ومن هون بناخذ النظيف. فهو هالشخص رجع بدل وغسل وكل شيء ورجع هو شخص نظيف بيجي على الميل الثانية بيشيل الغسيل من الغسالة بطريقة نظيفة بيوضبهم بيطلعهم على الأقسام مش بالمطرح اللي نزل فيه إلنا، كل نحن عندنا ممر نظيف وممر وسخ بيرجع بيطلعهم على المغسلة. نحن بدها تكون حرارة المي فوق 60 درجة بيشريوه أكيد غير وكمان مغطاية كمان لازم تكون هو ونازل طريق وسخ وهو طالع طريق نظيف، نحن عاملين مطرحين بتفوت وبتطلع. في ممرين بالمستشفى لقسم الكورونا، ممر نظيف وممر وسخ بكل شيء. بدك تقطع؟ ايه اوكي، يعني كل مستشفى هي بتلاقي طيرتي هالبارتيكل. كل مستشفى هي بتلاقي استراتيجية كيف تتعاطى معهم. قلنا حرارة المي بتكون فوق 60 درجة واكيد بدنا نحط بقلب الغسيل غير دواء الغسيل اللي بنحطه، نحن بنحط كلور وبنحط مطري معاهم. اوكي خلصنا البارت تبع الغسيل. هلا بدنا نحكي عن التنظيفات كيف بفوتوا بشيلوا النفايات وكيف نحن بنطلع من غرف المريض وين بنجمعها وين اخر شيء بنوديها. هون كمان نحن عنا للنفايات بنوزع كيسان، كل المستشفيات عادة بتعتمد هي الكيس الأصفر بالمرضى العزل، نحن هون عنا بقلب الغرف عم نحط كيس أصفر والكيس الأحمر. نحن بلشنا بالمستشفى نحط كيسان حمر بالأول تنكون مميزين عن العزل العادي لأنه المستشفى بعدها عم تشتغل، تنكون مميزين مرضى الكورونا عن المرضى التانيين. رجعنا هلا عم نحط جوات الغرفة وبرات الغرفه بتعرفوا قال لكم كيف لانه بدنا نشلح الماسك برا ونشلح الاغراض التانيين جوا، فبده يكون في تو باسكت عند البيشنت وحده جوا وحده برات الباب. فنحن اللي عند البيشنت موجودين حيكونوا الكيس صفر، لما ما بيشيلوا النفايات حينحط في شخص كمان برا مثل ما قلت مدام غاده حيكون في كميه الشخصين اللي عم يضبوا الغسيل، واحد سوري النفايات، واحد حيكون جوات الغرفه وواحد ناطر برا برات الغرفه تيساعد هيدا الشخص، كمان شال النفايات الشخص الثاني واقف له برا ليحط الكيس بقلب الكيس وهذا الشخص ياخذهم على المطرح اللي لازم يكبهم فيه. عمال التنظيف حسب كل شو فايتين يعملوا، اذا فايتين ديلي عم بنظفوا الغرفه عادي سيرجيكال جاون وجلوفز وماسك. وقت اللي بيكون البيشنت فال وبدنا نشتغل بالساني فاب مثل ما سمعتوا كمان قالت بده يلبس ساعتها الكوفر اول والبي بي اي اللي خاص، يعني حسب كل اكت بده يشتغلوا عامل التنظيفات بده يلبس حسب شو بده يشتغل. وكمان العمال التنظيفات اللي بيشتغلوا بقلب قسم الكورونا بيكونوا هني بس لقسم الكورونا ما بيتعاطوا مع ولا اي طابق ثاني، بيكونوا مفروزين بس لهيدا واخذين تريننج يشتغلوا بقسم الكورونا ما بيشتغلوا ولا بقسم ثاني برا. بس تنفرقهم برا
حطينا فيه كيس الصفر. هلا بنرجع بنوصله، نحن هلا بس قلنا كيف بيتوزعوا الصبح، هلا بنقول لك كيف بينشالوا من قلب الغرف وكيف بينحطوا. هلا باخر شيء بقول لك وين تنحط. اوكي. وقت اللي فات الشخص ليشيل النفايات من جوا، نحن هن بيكونوا حكيكم كيف تمت عمليه التنظيف، شال كل شيء حطهم بكيس الاصفر اللي موجود بالغرفه، او حتى الكيس اللي نحن شرحنا فيه البي بي اي هو كيس اصفر، نضبط كل هيدي النفايات، شخص برا حامل كيس كبير احمر، بحط هيدي النفايات كلها بهيدا الكيس، بيتسكر، هول الكيس ممنوع نعبيهم كمانيتها كثير لفوق لنقدر نسكره وما نتركه مفتوح، وما نحن نجرب نعلم ولا عمل التنظيفات ما يضغط كمانيتها النفايات نزول ويطرطش حاله ويطرطش الدنيا حواليه، فلازم يكونوا ناقصين ويسكروا ويشيلوا الشخص اللي واقف برا، بيشيل دغري الشخص اللي واقف برا مش ضروري يكون لابس فول بي بي اي، سيرجيكال جاون اللي حكينا عنهم هودي الرقاق مع سيرجيكال ماسك مع جلوفز، شالهم بيكون ناطر قدام كل باب غرفه برا، بيشيلوا بيحطوا لا ايه اثنين بدهم يلبسوا بي بي اي، بس اللي عم يشتغل جوا بده يلبس جاون غير اللي واقف برا، بيلبس لانه اللي عم يشتغل جوا هو عم يشتغل بالنفايات، يعني هو خطر عليه اكثر، بده يكون لابس الجون السميك. بده يكون لابس جون سيرجيكال جون، نحن عندنا نوعين من السيرجيكال جون، كنت عم تحكي لكم مدام غاده، في شيء كثير رقيق، هذا اللي بيلبسه العامل اللي واقف برا، تما يكون بتيابه وعم يستلم النفايات.